بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع حلقتنا اليوم وهو كيف نتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة. ذوي الاحتياجات الخاصة هم جزء من بنائنا ونسيجنا الاجتماعي. هم أناس تعرضوا أو ولدوا بإصابات حركية أو وظيفية أو حسية أو حتى عقلية. فكيف يتعامل معهم المسلم في المجتمع؟ طبعا إذا رجعنا إلى العهود القديمة كالعهد الإمبراطورية الرومانية، فكانت معاملتهم لهؤلاء الناس قاسية جدا، حتى أن الروايات تقول أنهم كانوا يقتلونهم ويتركونهم يموتون جوعا. جاء الإسلام وأعطى كامل الحقوق لهؤلاء الناس، أعطاهم الحقوق كالأصحاء، فنتعامل معهم بهذا المنظور الذي جاء به ديننا الحنيف. في قصة أو في سورة عبسة يذكر لنا الله سبحانه وتعالى قصة ذلك الرجل عبد الله بن أم مكتوم الأعمى الذي جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتغل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فعاتبه الله سبحانه وتعالى لتلك المعاملة. لذلك ننصح إخواننا وأبنائنا، الناس اللي عندهم شركات، الناس اللي عندهم مؤسسات، إذا جاهم واحد يطلب وظيفة وهو من أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة، لا ينبغي أن ينظر إلى شكله، لا ينبغي أن ينظر إلى إعاقته، ولكن ينبغي ينظر إلى ما يمكن أن يقدمه. وقد أثبتت التجارب أن لهم دور كبير جدا ونجحوا في تلك الأدوار على مر العصور وكر الدهور. متواصلين معكم مشاهدينا الكهران دائما في حصتنا والتجربة الاجتماعية ماشي نورمال، دائما مع لي سوجي، دائما مع لي ميساج. الميساج تاع اليوم يعني كيفاش يتعاملوا الناس في الخدمة مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وراح يكون كاين مشهد تمثيلي راح يشارك فيه الأخ بيلا. بيلا مساء الخير. مساء النور. واش راك خويا بيلا؟ الحمد لله. بيلا القلوم اللي حتشارك معنا في مشهد تمثيلي باش نمدوا ميساج باش الناس تسقم روحها مع ذوي الاحتياجات الخاصة. أكيد احنا دائما هاد المشاهد التمثيلية نديرهم باش نوصلوا رسالة للمجتمع العربي والجزائري باش يكون يحسوا شوية بهاد الفئات تاع ذوي الاحتياجات الخاصة. حيكون دائما ضيف يطلع لكم على قناة شروق في ليميزيون ماشي نورمال. اليوم الضيفة تاع اليوم هي ملكة جمال اللي شاركت في عدة كما نقولوا لي كاستينغ. هي واحدة قروج كما قال لكم خويا بلال، واليوم تكون ضيفتكم واحدة قروج ملكة جمال التراث الجزائري اللي يدرى وشو يسنى فيها. المشهد التمثيلي تاع اليوم هو انه ذوي الاحتياجات الخاصة كي يبداو يخدموا كي يكونوا يخدموا توجور كاين بزاف ناس ما يعاملوهمش بها. دونك هذه الحاجة اللي احترى اليوم، هذه التجربة الاجتماعية تاعنا اليوم، وراح نكتشفوا ردة فعل واحدة. انا نسنى فيك، مرحبا بك. شاكي صباح لاباس انتي يا وحده؟ حمضانك. مساء الخير عليكم مشاهدينا وين ما كنتوا في عدد جديد من التجربه الاجتماعيه ماشي نورمال. موضوع اليوم هو الاحتقار في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصه، وضيفتنا ملكه جمال التراث الجزائري وحيده قروج اللي جبناها لمقر الشروق واوهمناها باش تشارك مع الفنانين للتوعيه حول الحجر المنزلي. وكل ضيف يشرفنا للمقر لازم يعمر استمارة المعلومات الخاصة به. حضرنا وحيدة نفسياً من خلال المشهد التمثيلي اللي قامت به موظفة الاستقبال وهي زعفانة، من زميلتها اللي قاعدة تتصور ومن زميلها اللي جارو طار ووصفاته بالمعوق. لما انا اخي كنت غايبه الايام الاخرين، كي جيت سوا مع مليحه. اوريجستري ما معليش خليها.
اليوم هذا؟ علاش راك تخبط بزاف؟ واش يخبط؟ شنو واش يخبط؟ سبحان الله. هو راجل ما يقدرش يهضر معاك، هذه راه تنتم ضيفتنا راهي مخلوعة في الموظفات. ايش عليها مدام؟ مدام اكيد سيف حمزة حمزة معليش سنة وحدو كيفي وقتاش تعرفي تهضري فيا؟ معليش راح نديك بلاصتك بعقلك بعقلك. انا راني في لاغي تجوز عندها تجوز عندها مدام جات عندي خلاص تعيشوا دوكا ماني فاهمه والو ما فهمتش انا علاش واش بيها خلاص دوكا انا المفيد دوكا واش هذا راح يجوز دوكا ما يجوز بون هذه عندها ايميسيون هذا عندها ايميسيون انفيتي وهذا خدام هنا ما يقدرونيش ما صح عندك دير ميا مشتاق ولوخر كل يوم ما طاب ربع سوايع تيبو يعاونك صح راكي بالصباح عبك والله العظيم كي بالصباح اكيد تعيطي معاه بصح ما تعيطيش معاه قدام الناس هكاك عيب تعرفي الظروف تاعك نعرفهم خير منك وكل يوم يديروا طعم احترميه راجل نورمال راجل ديجا كي تقولي راجل نورمال داك كنتو تشوفوا ما تخدموش ولا مسكين تخدموا ومن بعد هذيك تدوروا عليه علاش ما يخدمش بصح ما فهمتينيش فهمتي راكي مصباح وانت تعيطي بلا حتى سبه كيفاش راني نعيط على الناس معليش افهمي الناس افهمي الناس فهمي واش قالت لك فهمي انا قلت لها سيد كي خدمتو تفهموا ظروفه ولا ما تخدموش ديرك تخدم هنا انت يا خويا بصح انت كي تخدم هنايا كل ما تجي اسمح لي هذه الورقه تاعي خويا ورقه تاعي هذه بصح انت كي تخدم هنايا علاش تسكت على التمرميده هذه كنت تروح تهضر في الاداره تقول لهم واش كان قيمنا اصبر اصبر شفتي شتي واش ديري طاح وحدو سير طاح وحدو دابا ربي مقبل تبعثيه يجيبها ما دابهاش والله ما تحشمي على بالك طاح زلق والله ما تحشم اللي كنتي وحده فيكم تجدي الورقه علاش بعثتوه هو واو حمزه نتاعي انا نتاعي انا تاعها بس ندوك انا نطلعها عليك انا نطلعها عليك سبحان الله انا ماني فاهمه والو ما نكذبش عليك شغل ما فنجي جامي جيت لشروق نيوز بصح ما فنجي لي شان ما مشروق الصباح ما فنروح اللايف مي جامي شفت هكا ما كاش لا لا بصح هاد العياط والزقا شغل ما كل واحد عنده بوست تاعو يحكم هذه هي ما نتوما كي تهضروا مع الناس ما كي تهضروا مع الناس تهضروا معاهم بادب واحترام معليش اختي معليش ما ديروا نورمال تقادروا تقادروا الانفيتي ما ديروش هاد العفايس هادو قدام الناس عيب راحي راحي راجل يخدم هكا تهضروا معاه عيب قلت حاجه والله تعرفيني انا كان ما نحبش نعيط وما نحبش نداوس قسما بالله غير قادره حتى انا كاع نعرفوا نعيطوا كان نعرفوا نديروا كان نعرفوا نداوسوا حفيده راهي تهدر باش تبين كيفاش الموظف هذا راهو محكور وحيدة تحركت فيها الإنسانية وهنا بدأ يبان الموقف ديالها اختي واش خاصك ارحمي شوية ارحمي شوية قالك ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء لا لا مانيش فاهمة واش كاين مانيش فاهمة واش يطلع بس خليني نطلع معليش انا نطلعها انتي وماشي انتي خدمته هو خوغاراسيا خويا وين نطلعهم انا نطلعهم لك لا 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 معليش انا نطلعهم عباكي اختي لو كان ماشي الكاميرات وشغل نقادر البوست اللي كي تخدمي فيه هاكا نكوفصك نعجنك على بالك اقسم بالله غير نعجنك نعجنك انا قلتها لك خليها خليها عندها جامي شفتها كعيبات جامي انا نرعش خليها خليها خاطر شاي تهضر في الحق هاي تهضر في الحق عاون عندك ايميسيون
ما تحوسيش حبيت نسقسيك. وا حمزه اكيد تسناي فيه ريحي في بلاصتك. ما تقولي ليش ريحي من ريح كيما نحب. اوكي ديجا انت شكون باش تهضري معايا انا؟ انت شكون؟ خلاص وحيده خلاص عبك هبلات بهجتنا. روحي الله يسلك عبك مانيش ندوي راني نشوف فيك راني نشوف فيك راني نشوف فيك ما على باليش غير روحي. لا لا باسكو ما طلقتي حتى واحد. سمحوا لنا على بالك ما طلقتي حتى وملي جينا وانتوما العياط وزيد بديتي بيا دوكا حبيتي دوكا ثاني المره ما طلقتيهاش. رانا نهضروا في كلاها قلبها الطفله لا عيب كلاها قلبنا ما نشوفوش انا اللي انا ريسبونسابل عليها. تتصور تالي لها علاش كاين غاشي كاين غاشي يستنى عند الباب. تتصور ما تالي لهاش. تتصور تتصور نصورك تحبي انا نزيد نصورك كاع تتصور ديجا انا نصورك. علاش هادي القباحه علاش احنا معليش ما ندخلوش روحنا فيكم. احنا نهضروا على السيد مريض. صح علاش راكي تبكي زعما انتيا؟ علاش فاسكي دابا تبهدلي لي هكا؟ باسكو انتي ما تخدميش خدمتك جوج سي بوغ سا تبهدلي قدام الناس. هذا ما كان معليش. المهم اختي انا ما يهمنيش انا بينك بيني تخدم معاك بصح على السيد مريض. ما يهمكش علاش تدخلي في روحك؟ لا لا انا داني نف على السيد صافا دوكا اي بصح معليش مريض ما تعامليهش هكذاك. سيبو مادام سيبو الله يسترك خلاص. معليش اختي راني نهضر معاها دوكا. السيد مريض يدينا النيف يدينا النيف. بيان سور. اه وعلاش ما عندناش رحمة في قلوبنا؟ اي لو كانت جات نقدر علاش لا؟ لا لا بصح معليش هو راجل ياك هو راجل ومريض عيب تهضري معاه بهذيك لا فاسون. ديجا كي هضرتي معاها بلا فاسون هي انا خلعت قلت لها ديجا انت شكون قال لك ارواحي؟ تعلمي كيفاش تهضري مع الناس. سيد راجل سيد راجل سيد راجل اون بليس مريض اونديكابي نورمالمون ما تزيديلوش انت جارو دار اون دار جارو دار. اي نعطيلو تساليلي نعطيلو ما نعطيلوش راني نهضر راني نربي فيك راني نوري لك انت كيفاش. لا لا راني نربي فيك راني نربي فيك ما تمسينيش ما تمسينيش بلاك تمسيني انا قلتها لك. الشهرة والموضة في عالم الأزياء تبان في المنصة اللي يمشوا عليها، واليوم بان معانا قلبك الطيب واحترامك لهذه الفئة المهمشة في المجتمع. فوالا كانت الحلقة تاع اليوم كانت بتوجيه تاع ذوي الاحتياجات الخاصة والناس اللي تحقرهم وما تعاملهمش بيان وتستصغرهم. بون ان شاء الله ما تزيدش تعاود هاد الحاجه. ان شاء الله كل واحد فينا يسقم روحه. قبل ما نحكيو على السوجي تاع اليوم نسقسيو ملكه جمال ولا احسن ملكه جمال التراث الافريقي. الله يبارك. وقتاش ديريها؟ اوت اللي فات 2019 وكنت انا الاولى اللي شاركت في هذه المسابقه العالميه ومثلت تراث بلدي الجزائر. قلت لكم باللي طفله نورمال انا وانا خليني منها. قولي لي اليوم كي جيتي لهنايا على اساس باش ديري معنا فيديو باش نوعيو الناس على باش ما يخرجوش في زمن كورونا باش الناس ما يخرجوش الحوايج تاع العيد يروحوا الغاشي باش ما الوباء هذا ما ينتشرش. انت جيتي على نيتك والسرى ومن بعد احكي لي. كنت قاعده حوس عليك ما كاش قايدو كي تجي شوف انا لا ريسبسيونيست تنحقر ما يهدوش مع احترام راجل يخدم هنا على اساس ذوي احتياجات خاصه و شغل بدات تهضر مع فاسو عيانه شغل تحقر فيهم تحقر في الخدامين اون بلوس كي بدات تزقي عليه طلع الورقه جيب الورقه. قلت له كيف السيد مريض من رجله يطلع الورقه دوك انا نطلعها معليش حتى نشوفوا هنا طاح كيف تزقي عليه شغل. هادو الناس واش تقولي لهم؟ حنا كلنا كيف كلنا سواسيه ما كاش فرق ما بين واحد صحيح ولا واحد مريض ولا واحد ناقصه في حاجه في الجسم ديالو. رانا كامل كيف رانا كاع خاوه والعمالين لازم يتعاملوا معاهم كامل كيف ما كاش هادي واحد يزقع على واحد نورمالمون الاحترام يكون هو الصح الاحترام وكما يقول لك ماشي مليح واحد يحقر بالعين وان شاء الله. وانتي احكي لي انتي ما درتي والو اليوم حكينا واش درتي؟ بون ما حبيتش نبين القباحه تاعي تبهديله بصح شغل خلاتني وين وصلت وين جيبتها بلا ما جبت خبر جيبتيها. قلت لكم مشاهدينا الكرام سي جوج الحلقه تاع اليوم كانت خاصه بذوي احتياجات خاصه كانت خاصه بالناس اللي تحقر الناس سيرتو الناس كي يكونوا قلال صحه ما نعاملهمش بها. هذا لونسي ميساج بالايميسيون تاعنا. التجربه الاجتماعيه ماشي نورمال نقول لكم بلي هاد الناس تعاملهم كيما نتوما والمشكله كي يكون انسان
كما نقولوا من ذوي احتياجات خاصة ما تحكروهش، عاملوه بيان، طلعوا له المراه، طلعوا المعنويات تاعو باش يندمج ويعيش كيما انت وكيما انا وكيما كل واحد. تهلاو في روحتكم. كان معكم حمزه عثماني وملكه الجمال. قولي ملكه الجمال. صحه فطوركم، صحه رمضانكم، وصحه عيدكم. وريحه بنت تصور هي من الاخر. هاي ضربنا بوحده، ضربنا صور.